السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ التحدي السادس في السلسلة اللي هتبقى فيها 30 حلقة لمدة شهر. ناس كتيرة في التحديات اللي فاتت كانت مبسوطة جدا وقدرت تعمل التمرين، وفي ناس برضو كان صعب عليها التمارين، بس هي عشان خاطر حاجة جديدة على الجسم. طول ما حاجة جديدة على الجسم هتبقى صعبة، بس عايز أقول لكم إن التمارين دي مفيدة جدا 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 جدا. في خلال شهر لو كملتوا معايا كورس كامل هتشوف فرق رهيب، مش بس في الفاس، لا انت هتشوف فرق رهيب في العضلات، هتشوف فرق رهيب في الفيتنس اللي عندك، هتشوف فرق رهيب في كل حاجه. يلا بينا نبدا التحدي السادس. اول حركه هنعملها سكوات بسيط، ركزوا معايا كويس، تعملوا الحركه صح. اول حركه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. ده اول حركه. ثاني حركه هنجري واحنا في الارض، نخلي رجلينا تطلع عند بطننا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. دي تاني حركة. تالت حركة مش هنفضل مفصلة، مش هبقى فيها ريست خالص، هنجري في مكاننا 1 2 3 4 بسرعة 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. كده احنا خلصنا التحدي السادس. التحدي ده عملته في البيت، وان شاء الله التحديات كلها اللي جايه نعملها في البيت، عشان التمارين دي كلها نقدر نعملها في البيت، مش شرط يبقى في جيم او مكان نعملها فيه. تمام. التحدي ده انت تعمله ازاي؟ التحدي ده تعمله 5 مرات، اوكي؟ 5 مرات بس، انا كده عملته مره واحده. ده تعمله 5 مرات، ما بين كل مجموعه ومجموعه هتفتحوا 30 سنه. تمام؟ 5 مرات، ما بين كل مجموعه ومجموعه هنفتح كام؟ 30 سنة. أي حد عنده سؤال عن أي حاجة أو عنده استفسار يسيبها في التعليقات تحت. أنتوا قد التحدي. السلام عليكم.